لم أكن أظن بأنني سأصبح مهتما بالشرق الأوسط. لم أسافر إلى الشرق الأوسط حتى بلوغ 27، ولكن عندما التقيت هناك بأشخاص وشاهدت ما يحدث ورأيت ألوان الظلم التي تمارس في الشرق الأوسط، علمت بأنني لن أستطيع السكوت. وقررت أن أفعل شيئا حيال ذلك. My name is Tom Woodley. زرت الشرق الأوسط للمرة الأولى أثناء دراستي في الجامعة عندما كان عمري 24 عاما تقريبا، حيث قمت ببعض العمل التطوعي لصالح أطفال فلسطين في إسرائيل. وكانت تلك المرة الأولى التي أتعرف فيها إلى إسرائيل، مع أنني كنت أعمل إلى جانب الأطفال الفلسطينيين، وكانت تجربة مثيرة للاهتمام. أعتقد أنه رغم أن الفلسطينيين في الداخل لا يعانون بنفس القدر الذي يعانيه الأطفال الفلسطينيون في غزة، إلا أنهم أيضا جردوا من ممتلكاتهم بطريقة ما. كانت تلك المرة الأولى التي أسمع فيها عن منظور جديد حول إسرائيل وعن دورها وممارستها وسياسات حكومتها، وقد عمقت تلك التجربة من اهتمامي بالشرق الأوسط. لكنني أعتقد بأن المهم في تلك الزيارة هو ذلك الإحساس الحقيقي بأن أولئك الناس هم مثلنا تماما، لديهم عائلات ومشاعر وطموحات مثلنا تماما. وقد أثار هذا اهتمامي بكلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأصبحت مهتما أكثر باكتساب فهم أعمق لما يجري هناك، ولماذا يؤمن الناس بما يفعلونه، ولماذا يفكرون في القيام به، ولماذا يقولون ما يقولون. أصبحت ناشطا سياسيا في العام 2002. علي الاعتراف بأن ذلك كان من خلال زوجتي، حيث أثار غضبها ما فعلته إسرائيل هناك سنة 2002 بعد اجتياحها للضفة الغربية. البعض يسمي ذلك نهاية اتفاق أوسلو. بالطبع تغيرت أمور كثيرة في تلك السنة، حيث عمدت إسرائيل إلى إعادة احتلال أجزاء من الضفة الغربية كانت قد بقيت خارجها طوال اتفاق أوسلو. This is my wife, Grace Batchon. هذه زوجتي غريس باتشون، وهي أيضا شريكتي في النشاط السياسي، ومسماها الوظيفي الرسمي هو نائبة الرئيس لشؤون العلاقات العامة في منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط. عندما أرسل لي أحدهم رسالة إلكترونية أخبرني فيها عن رجل معاق في جنين دهسته مجنزرة إسرائيلية، لم أتمالك نفسي فصرخت: ماذا؟ هل يعقل أن يحدث هذا؟
لابد من فعل شيء. وكان رد فعل الأول هو أنني أردت أن يقوم شخص آخر بفعل شيء حيال ذلك. ما الذي يفعله الآخرون؟ فلنتصل بكافة المنظمات ونرى ما الذي يفعلونه. وهكذا كان. ولكن بعد شهرين أدركنا بأننا إذا أردنا تحقيق شيء ما فلا بد أن نفعله بأنفسنا. لذا فإن أول ما قمنا به هو أن رجعنا إلى تلك المنظمات وقلنا للقائمين عليها: أعطونا مشروعا معينا، أخبرونا عن حاجة ملحة كي نقوم بتلبيتها. فكلفتنا إحدى تلك المنظمات بمشروع في بني نعيم جنوب مدينة الخليل، حيث يوجد في تلك المنطقة 70 قرية كانت تعتمد جميعها على مستشفى الخليل في الحصول على خدمات الطوارئ الطبية. كان لديهم مستوصف صغير وأطباء، ولكن لم يكن لديهم معدات، وكنا 3 أشخاص حول الطاولة، توم وأنا وشخص آخر. وسألنا عن تكلفة المشروع فأجابوا 100,000 دولار. فقلت سننجزه. فصاح الذي كان يجلس بجانبي: هل أنت مجنونة؟ الناس في مجتمعنا لا يعطون المال، ستكونين محظوظة لو جمعت 5,000 دولار. ولكن في أقل من 3 أشهر استطعنا جمع 125,000 دولار، وجهزنا المستشفى في بني نعيم بجميع المعدات اللازمة. عندما قررنا تأسيس منظمتنا نظرنا إلى ما كانت تقوم به المنظمات الأخرى وأدركنا أهمية العمل الإنساني، لكننا أدركنا أيضا حقيقة أن الكثير من نشاطات تلك المنظمات كان يركز على النتائج وحسب. ثمة قضايا أساسية في الشرق الأوسط لا تحظى بالمعالجة، ما تتم معالجته هو نتائجها أو تأثيراتها وحسب، لكن الظلم والأسباب السياسية المؤدية لهذا الظلم فلا تتم معالجتها. لذا أردنا إيجاد منظمة تعنى بصميم تلك القضايا السياسية. معظم الناس يفكرون غالبا من منطلق ضرورة فعل الخير والتبرع لمساعدة الأطفال الذين تم تهجيرهم، لكن يبقى من الصعب جدا تعبئة الناس للتحدث مع ممثليك المنتخبين في البرلمان على سبيل المثال، لنقل إننا نريد تغيير موقف حكومتنا من هذا الصراع الدائر في الجانب الآخر من العالم. هنا تصبح المهمة مختلفة تماما وتصبح أصعب بكثير، لأنها تتطلب حشد تأييد الناس لقضيتنا وتعبئتهم لمساندتنا. حظيت كندا فيما مضى بسمعة إيجابية جدا على الصعيد الدولي، ففي الماضي تدخلنا بصورة إيجابية في الشرق الأوسط على الأقل فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فكلا الجانبين كان يعتبران كندا طرفا مؤهلا لتمثيل مصالح كل جانب في ذلك الصراع. لكن هذا الواقع بدأ يتغير، وقد بدأ يتغير ليس في ظل الحكومة الحالية فقط بل منذ الحكومة السابقة أيضا. كلا الحكومتين اللتين شكلتهما الأحزاب الرئيسية في كندا بدأتا في تغيير تلك السياسة إلى حد ما، وللأسف فإن ذلك يرجع بصورة أساسية إلى مخاوف محلية وسياسية. هناك قوى داخل المجتمع الكندي تعمل على خلق لوبي مناصر لإسرائيل في كندا بنفس قوة ونفوذ اللوبي الموجود في الولايات المتحدة. لكنني أعتقد أن المجتمع الكندي سيرفض هذا الأمر على المدى الطويل. المجتمع الكندي متعدد الأعراق ومنفتح، وأعتقد أن الأسلوب الصحيح في كندا يكون بتثقيف الناس باستمرار والتأكد من أنهم يفهمون ما يجري فهما جيدا. إن هذا الأمر لا يغير بالضرورة شيئا في مواقع النفوذ، وبالتالي يبقى من الواجب الوصول إلى مواقع النفوذ سواء كانت سياسية أو إعلامية. لكنني أعتقد بأن الكنديين سيتجاوبون معنا، وسيتجاوب معنا صناع السياسات الكنديون إذا وفرنا لهم ما يكفي من المعلومات، وإذا أثبتنا بأننا كثيرون بما يكفي لجعل السياسيين يضطرون للإصغاء إلينا.
Obama arrives in Japan today on the last stop of his 10-day Asia tour. Obama will attend the Asia Pacific Economic Cooperation Summit amidst a dispute. نحن الآن ضمن برنامج قيادي تابع لمنظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط، يهدف إلى غرس حس قيادي ورؤية قيادية في أعضاء المنظمة. The strategy for the retreat is around the theme of CJPME's strengths and gaps, and the focus of this weekend will be looking at what we do well and looking at how we can enhance our strengths. وهكذا نقوم بتدريب المتطوعين ونلقنهم رسالة موحدة ونتصل بأعضاء البرلمان ونحصل على موافقتهم لمقابلتنا. ومنذ البداية اتسمت منظمتنا بالطموح، لأن القليل من المنظمات في كندا تقوم بما نقوم به. منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط إحدى المنظمات الفريدة في كندا لأنها حيادية، حيث تضم كافة المجموعات الإثنية وكافة الأديان. نحن لسنا مناصرين للإسرائيليين ولا الفلسطينيين، بل نناصر العدالة، لذا أعتقد بأنها توفر مساحة كافية لمن يرغبون في أن يكون ناشطين في هذا المجال ويشهدون تحقيق العدالة. لدينا حاليا حكومة محافظة مناصرة جدا لإسرائيل، وأعتقد أن من المهم جدا وجود منظمة تعزز السلام والقانون الدولي في الشرق الأوسط. هناك الكثير من الصور النمطية السلبية للعرب والشرق أوسطيين في كندا، والحقيقة أن منظمة مثل كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط تستطيع تخطي هذه الحواجز، وإثبات أن العرب والشرق أوسطيين يستطيعون إحداث فرق، وكذلك إثبات بأننا عناصر فاعلة في العالم ولسنا مولعين بالتدمير. قمنا بتوسيع نطاق رسالتنا قبل حوالي سنتين ونصف السنة بهدف تمكين الكنديين من التحدث عن قضايا الشرق الأوسط وعلاقتها بما يجري في كندا. فإذا خرج البعض في مظاهرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في لبنان، ثم جاء أحد الإعلاميين ووصفها بأنها مظاهرة تدعم الإرهاب، فسنستطيع أن نقول له لا، ولكن هذا لن يشكل السياسة الخارجية. طبعا هؤلاء كنديون يتظاهرون من أجل وقف إطلاق النار، ولا يمكنك أن تتهمهم بأنهم يدعمون منظمة إرهابية، بل إنهم يدعمون السلام. ولدت في نيويورك وقضيت معظم طفولتي ومراهقتي في ولاية انديانا التي يعتبر سكانها متجانسين جدا واطلاعهم محدود جدا على الثقافات الخارجية، فهم امريكيون نموذجيون يتحدثون بالطريقة ذاتها ويعيشون نمط الحياة ذاته، ولديهم ذات الثقافة والعادات والدين عموما. كنت اعمل لدى الحكومة الامريكية واتقاضى راتبا عاليا، لكنني التقيت بزوجتي التي كانت تعيش في مونتريال واقمنا علاقة عن بعد لمدة سنتين. كان ذلك قبل ظهور البريد الالكتروني، حيث كنا نتبادل الرسائل المكتوبة وغيرها. واخيرا انتقلت للعيش هنا سنة 1995، واقترنت بزوجتي الحالية واقيم هنا منذ ذلك الوقت، وحصلت على الجنسية الكندية سنة 1998. We do speaking tours four or five times a year. ننظم فعاليات خطابية 4 أو 5 مرات سنويا. أعتقد أن الدكتور مصطفى البرغوثي هو أبرز المتحدثين الذين صدفناهم في كندا، ولدينا أيضا متحدثون أقل بروزا. هناك أسباب عديدة تدفعنا إلى تنظيم هذا النوع من الفعاليات، فمن ناحية نحاول أن نثقف الكنديين ونزودهم بالمعلومات وبرؤية جديدة، لا سيما من وجهة نظر فلسطينية. مصطفى البرغوثي قيادي فلسطيني مخضرم، وفي الواقع حاولنا على مدى 3 أعوام إحضاره إلى هنا. اتصلنا به للمرة الأولى منذ حوالي 3 أعوام وأبدى كلانا اهتماما، ولكن الأمر استغرق عدة سنوات ليتحقق على أرض الواقع. Do you think
تقليديا كانت مواقف كندا متوازنة أكثر في الماضي، وكان لكندا دور هام مثلا في دعم وكالة الغاوث ومساعدة الفلسطينيين بأشكال مختلفة، ولكن الوضع تغير بصورة حادة منذ قدوم حكومة المحافظين إلى الحكم في كندا. ولكن طبعا ما يساعدنا ويشجعنا وجود أشخاص مثل توم وأصدقائه الذين عبر التجربة وعبر تعرفهم على القضية الفلسطينية أصبحوا من أشد المناصرين لنا، لأنهم يؤمنوا بالعدل ويؤمنوا بمبدأ السلام الحقيقي القائم على العدل ويؤمنوا بحق الشعوب في الحرية. Good evening, everybody. I'm finally here. It was all set up for the end of March that he was. تم إعداد كل شيء بحيث يصل في نهاية شهر مارس ويقوم بجولة في بعض المدن. لقد أدت الحكومة الكندية ممانعة في منح البرغوثي تأشيرة إلى كندا، فقد منحوه التأشيرة في اليوم الذي كان من المفترض أن يصعد فيه إلى الطائرة ويأتي إلى هنا. وبالتالي بدلا من إحضاره إلى كندا وجعله ينجز ثلث ما خططنا له، فكرنا بأنه من الأفضل أن نقوم بذلك بشكل صحيح، فقررنا إعادة ترتيب الموعد وإنجاز ما خططنا له بصورة سليمة. ربما لا يعرف الكثيرون أن الحكومة الكندية رفضت خلال الأشهر الستة الماضية منح تأشيرات للكثير من الناس، منهم عضو البرلمان البريطاني جورج جالاوي. لذا كنا ننظر إلى كل ذلك كجزء من مخطط أو حيلة تقوم بها الحكومة الكندية للحد من الحوار أو لمنع الحوار المهم حول هذه القضايا. Yesterday I told people in Ottawa a story about a Palestinian peasant. He had 26 barrels of oil that he was going to the market with to sell. And then he was stopped at an Israeli checkpoint. And the Israeli military told him, step out of your bus or truck and we will let you pass if you curse yourself, your people and your religion. And the man refused. So they told him, if you don't do that, we will destroy your product. And they started to throw on the ground a barrel of oil each time. And they kept asking him the same question, and he kept refusing, till they destroyed the 26 barrels of oil. So he went back home with nothing. But he didn't care. And what astonished him, that when he got home, he found 26 barrels of olive oil standing in front of his house, because the people of the village watched what was going on, understood what was going on, and they were all in solidarity with him. That is... تلقينا الكثير من الملاحظات شديدة اللهجة. أعتقد أن أي شيء غير إيجابي يأتي من أشخاص يعتبروننا مصدر تهديد لهم، وهؤلاء ربما ينتمون إلى منظمات مناصرة لإسرائيل راسخة في كندا تريدون ألا نكون ناشطين في القضايا التي نتحدث فيها. أنا معرض للخطر لمجرد أنني أتحدث عن العدالة والسلام من أجل الفلسطينيين ومن أجل كافة الشعوب في الشرق الأوسط. أنا معرض لأن أتهم ببعض التهم الفظيعة، شأني شأن كثيرين غيري. ليس من الضروري أن تكون عضوا في منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط حتى تتهم بمعاداة السامية. فهناك أعضاء برلمانيون يتهمون بمعاداة إسرائيل وبمعاداة السامية، وهذا يعود جزئيا إلى استراتيجية تقوم على إنهاء الحوار. إذا استطاع الطرف الآخر منع الناس من التحدث بصدق وتعقل وعلم حول هذه القضايا، فإنه في الحقيقة يحقق الفوز. On these issues, then they essentially they win. United States, Jimmy Carter. His new book is called Palestine.
إن التحيز الذي نراه في وسائل الإعلام الكندية يتكشف من خلال عدد المقالات التي تتيح المجال لعرض وجهة نظر معينة مقابل الأخرى، ولذلك من المهم أن نرى قناة الجزيرة تدخل السوق الكندية لأنها ستتيح المجال لعرض جميع وجهات النظر. Thomas Woodley is a policy analyst with Canadians for Justice and Peace in the Middle East. We were very excited when we learned last year that. شعرنا بسرور بالغ العام الماضي عندما علمنا بأن قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية تقدمت بطلب للبث في كندا، وفكرنا كيف يمكننا مساعدة الجزيرة في طلبها، وكانت أنجع وسيلة اتبعناها هي تعبئة الكنديين من كافة المشارب للمشاركة في دعم طلب قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية لدى الهيئة الكندية للإذاعة والتلفزيون والاتصالات، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم البث في كندا. لذا قمنا بتطوير أداة يستطيع أي كندي من خلالها إرسال رسالة تدعم طلب الجزيرة، وأرسلنا تلك الأداة لجميع أنصارنا الذين يبلغ عددهم حاليا 20,000 شخص تقريبا. كما تلقينا استجابات من آلاف الناس اتبعوا الطريقة التي أخبرناهم بها وأرسلوا رسائل إلى الهيئة الكندية للإذاعة والتلفزيون والاتصالات. وأخيرا أعتقد بأن الرسائل التي تلقتها الهيئة دعما للجزيرة كانت من أعلى نسب الدعم الشعبي لصالح الجزيرة. He was one of the most overwhelming responses in favor that they've ever had from the public. I would like a society. أسعى نحو مجتمع خال من أي محرمات للنقاش، ولا يوجد فيه ما يحظر عليك قوله فتضطر للسكوت. مجتمع لا تهاجم فيه لأنك تحمل وجهة نظر معينة حول قضية ما. نحتاج مجتمعا يضم حوارا مفتوحا وحرا مهما كانت القضية المطروحة. الديمقراطية شيء هش جدا، لم أكن أدرك ذلك حتى انخرطت فيها، وما لم ينخرط الكنديون فيها ويحاسبوا السياسيين فإن السياسيين سيسيئون استخدام السلطة التي منحناهم إياها، ولا بد لنا أن نرفض ذلك ونحافظ على حقنا في الديمقراطية.